إذاعة قفصة عين على الحدث. بالنسبة لهنا حكاية ساعتين ودرجين حاجة كما هكا، احنا بينا تفاجئنا ولاد بلاد اللي اطلاق نار كثير، معناها كأيها الناس مستغربين من الحدث هذا، ما كناش تصوروه باش يصير في منطقتنا كما هكا. اطلاق نار ما بين المجموعة الإرهابية وجماعة الأمن، ما في بالناش قبل مش ملاحظين لا تحركات ما سمعناش حتى حاجة عليها. تو بصراحة تفاجئنا حدث كما هكا هز المنطقة كلها بتاع سيدي علي بن عوف. والله صغار وكرطوش، معناها الواحد عايش في حالة نتاع رعب، أي واحد يخاف على روحه ويخاف على صغاره. صراحة حدث كيما هكا كشوف تهتز بليه البلاد كاملة، مش أنا برك. كيفاش عشتوا البارح الأجواء تاع العملية الإرهابية؟ ناس ما في كرطوش، ونعرفوا الدار منين الكرطوش، أما شناك الناس الكل مسكونة الدار، فيها ناس، فيها حتى نسوين مش هذا. الناس ما نعرفهمش، ملتحين، يقولوا دارهم. حضرت وقت اللي بدا الكرطوش، خرجت نلقى ثلاثة أربعة كراهب، وبعد زاد جت التعزيزات من الأمن، نوحى في الأمن ويقول له سلم نفسك، ولا طرف الأخرين السلفية يقولوا يا عدو الله. هبطوا العوام وبدوا يقدموا للدار هذه، بدا الكرطوش من طرف الأخر. بعد رد الأمن وتواصل الكرطوش لمدة ساعة ونص ساعتين، نشوف السلفية خارجة من البيت الخلفية من الشباك، وكون قرابة ستة، وخرجوا يتماردوا ودخلوا البلاد نتاع الزيتون، وبقى الأمن محاصر البيت، تضرب منهم واحد طاح تحت الشباك من جماعة السلفية، وجماعة الأمن بدأ معناتها ضرب فيهم من البداية، لين زوج ولا ثلاثة طاحوا من البداية، من اللي بدأ الكرطوش طاحوهم، وتواصل نهار كامل حصار الدار هذه والدار الأخرى اللي بجنبه، بقت لليل محاصرة، ساعة ساعة يضرب الكرطوش بيناتهم، وفي الأخر رموا لها بك القنابل متاع الدخان، وبقت الحالة كما هكا، ما نعرفش الأعداد. القتلة ولا الجرحى قديش، اما ثم جرحى وثم قتلة فيه. وهنا وصلك من كرتوش وصلوا فات القدام جيرين كم هذوما انت تعرفوهم؟ ثم فاروق بن عمر بجدوري، وثم حاتم بن العيد، وثم محمد بن ابراهيم، اظن ثلاثة روس نعرفوهم يتجمعوا ديما ويقعدوا مع بعضهم يمشوا مع بعضهم، وثم شبه اخرى تجي لك راها في الليل ديما هذه، اما في النهار تلقاها واحد سارح بالساعي والاخر يخدم في كوشة، ما تلاحظش حد شيء. هذا اللي خلى الناس تطمن لهم في الليل، الحركة ديما حية، ناس معناتها ربيت ساعي. لكني الحاجة اللي تلفت الانتباه هي أموال وبني وفلوس وكراهب، كل مرة تجي كراهب جديدة، وتوا الديار هذوما الزوز رسميا اثنين ثلاثة كراهب تتبدل، هذه تجينا وعخر، هذه الشبهة فيه. حاليا توا ماهم جابوا تراكس، ومن الصبح قاعدين يحفروا في دار فاروق وفي دار حاتم، ثم حفير وجابوا الكلاب، يبدو اللي ثم حاجات مخبيينها جماعة. إذاعة قفصة عين على الحدث.